أهلاً أعزائي المشاهدين، أنا موجود على جبل عالي من الجهة الغربية لبحيرة طبرية الجميلة، بحيرة الجليل. بتشوفوا معي حتى حدود البحيرة من عدة نواحي، من الشمال منطقة كفر نحوم، وطبعاً من الجهة الشرقية بتشوفوا جبال الجولان، والبحيرة مثل صحن تحتينا، وبلدة طبرية في هذه المنطقة أسفل هذا الجبل. في هاي الحلقة راح أتكلم عن موضوع كتير مهم، عن القانون الذهبي أو القاعدة الذهبية من تعليم يسوع المسيح في عظته على الجبل. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.